السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الكرام متابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا قناتكم هميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فاطم الصحة والعافية. عدنا لكم مجددا متابعينا الكرام، هذه المرة ولأول مرة جبنا العروض ديال إيكيا. كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، عروض إيكيا لجميع المحلات. هاد العروض ان شاء الله غادي تستمر حتى 15 سبتمبر 2022، وراه دايرين فيها تخفيضات كتوصل الى غايه 70%. هاد العرض هذا خاص بالديستوكاج ديال الصيف باش يجيبوا الجديد، فراه كيحيدوا السلعه القديمه كما قالوا. طبعا الى كيعجبكم العروض ديال ايكيا متابعينا الكرام، كتبوا لنا في التعليقات نبقاو نجيبوهم ان شاء الله مره فاش يتوفروا. وقبل ما نبداو متابعينا الكرام، كنبغيو نشكركم كما العاده على التشجيعات ديالكم، التعليقات ديالكم زوينين، على المشاركه ديالكم لتجاربكم معنا، فراه كتفيدونا بزاف. الى اول مره زرنا في القناه متابعينا الكرام، يشترك يفعل زر الجرس باش ما يفوتوش حتى عرض ان شاء الله، يبقى ديما يوصل جديد. ايضا ما تنساوش تضغط على زر ديال الاعجاب. ونبداو على بركه الله متابعينا الكرام. كاين اول منتوج معنا، واحد الطاويله فيها 77 إلى 39 سنتيم، كانت دايرة تقريبا 1500 درهم، رجعوها ب 700 درهم تقريبا، قل 5 دراهم. كاين معنا واحد الكنابي كما كتشوفوا معنا، كانت دايرة 8500، رجعوها ب 5400 درهم. هاد الكنابي 3 بلاص. كاين أيضا معنا واحد الخزانة باللون الأبيض متابعينا الكرام، فيها 4 ديال ليزيطاجير وجوج بويبات فيهم علاقة ديال الملابس كما كتشوف معنا، كتبان مفتوحة بهذه الطريقة هذه. بالنسبة لهذه راه كانت دايرة 1800 درهم، رجعوها في هذا العرض هذا ب 1400 درهم. كاين معنا أيضا واحد الخزانة مجورة بثلاثة ديال المجورة باللون الأبيض، كانت دايرة 900 درهم، رجعوها ب 500. كاين هاد المبل هذا أو هاد الخزانة هذه ب 1500 أيضا، عوض 2200 درهم. وكاين أيضا معنا هاد الخزانة بثلاثة ديال المجورة، هذه كانت دايرة 1200 درهم تقريبا، ورجعوها ب 1500، ثلاثة ديال المجورة وعلاقة ديال الملابس وجاية بهذا اللون الكري. كاين أيضا معنا متابعينا الكرام هاد المرآة كما كتشوفوا معنا، جاية بهذا التصميم هذا، كانت داير 150 درهم، رجعوها ب 120. كاين هاد المرآة الطويلة ب 650 درهم. كاين هاد العلاقة ديال الملابس كما كتشوفوا معنا، كانت 200، رجعوها ب 150، 3000 ريال. وكاين هاد السلة هادي ديال الملابس ديال الغسيل، كانت 130، رجعوها بمية درهم متابعينا الكرام. بالنسبة لهاد العروض متابعينا الكرام، الكتالوج طويل، غنخليكم تكتشفوا الباقي ديال المنتوجات بأنفسكم بطريقة سريعة شوية باش تكتشفوا جميع المنتوجات في فيديو واحد. إلا عندكم شي تساؤل متابعينا الكرام خليوه لينا في التعليقات. إلا عندكم شي تجربة مع إيكيا شاركونا التجربة ديالكم، الله يجازيكم بخير وعطيونا الآراء ديالكم بالنسبة لإيكيا والمنتوجات ديالها، حول الثمن ديالها، واش كيجيكم غاليين، وأيضا بالنسبة للجودة، واش عندهم جودة مزيانة أو متوسطة. نتسناو التعليقات ديالكم متابعينا الكرام، نخليكم تكتشفوا الباقي ديال المنتوجات ديال هذا الكتالوج هذا، ونتلاقاو في آخر فيديو متابعينا الكرام. نتمنوا لكم فرجة ممتعة. What?
متابعنا الكرام، متابعتنا الكلمات، كما تابعتم معنا هذا هو العرض ديال اليوم الخاص بإيكيا دي ستوكاج. على ما قالوا بدا نهار 12 غشت وغيستمر ان شاء الله حتى 15 سبتمبر 2022. كما تابعتم معنا الكتالوج كان طويل، نتمنى انه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معنا. لاول مره يزورنا في القناه متابعنا الكرام يشترك، يفعل زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض، ان شاء الله يبقى ديما يوصل الجديد. ايضا ما تنساوش الضغط على الزر ديال الاعجاب. نتلقاو في عروض اخرى ميزات اخرى. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.